عسلامة ومرحبا بكم. بعد ما عملنا ديكتي مع المواطنين جينا اليوم حبينا نجرب ونعملوا املا مع المواطنين، نملوا عليهم كلمات بالعربي وهما يكتبون في التابلو. كيفاش كانت الحكاية؟ تابعونا. هكاك ولا هكا؟ جرب جرب عديد، جرب بالعديد بكشي تولي لون. جرب ربي يبارك لك. هذيك رد بالك الهمزه، هي رد بالك، رد بالك فما همزه مطيشه هذيك. رد بالك اكتب لي متطلبات. متطلبات شنو كتبت؟ متطلبات ما بيد انا ما عرف عزوز. هو عزوز عرف 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 هذيك هذيك ضف ما عرف حكي هاو كما ب دي اون وذيك الاء هذيك معناتها الان وذيك هذيك دور هذيك زو شنو ان ما ب لي بالكبير هنا هذيا شنيا هذيا كتب لي متطلبات شنو كتب متطلبات الكاميرا اش قالك نعطيو بالظهر الكاميرا ها هي الكاميرا شنو كتب متطلبات تعطيني لحظات تركيز لحظات تركيز باي انا اكسيون سو اكسيون اعطيني ممحات شو معناها ممحات ثلاثة شنو هي الممحات ثلاثة الممحات هو الطلاسة هكا ها الطلاسة هاي سيدي اكتب لي ممحات ولا طلاسة ولا اكتبهم الزوز دبر راسك هاي طلاسة طلاسة ها طلاسة ممحات مم مم حات مشكلة واسعة ياسر التي عملتها ياسر في الوساعة خليتها خليها في الوساعة على الأقل واحد عنده في نفس اكتب لي براءة براءة شو اكتب براءة 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 عندك انت البراءة عادي براءة عندك علق هذه براءة يا لطيف ها حتى البوليسية جاونا برا برا يز 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 ها شنو اخر عندك عندي اجتماعات ها اجتماعات 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 باه هذيك اجتي اجتي اجتماعات جست الضمة يظهر لي نسيت هاك وقت هاك هاك اجتماع اجتماعات بر نزيدو ألف لنا كتب لي قراءة شنو كتبت براءة براءة اكتب لي صبر أرى صبر ما فماش من منع والألف هذيك والهمزة وال يز 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 يقفي 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 ما تزربنيش يز يز كاو يز هيت ستيل هيت ستيل اكتب لي هادي هادي اكتب لي صبر اراء صبر صبر اراء صبر اراء سونداج معناه ما عرفتش الكلمه يقفي 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 باكي كو قلت لي طب تقراو عربي نقراو ربي يبارك عايش هيت ستيل اي تنطلقوا وقت ريفيزيون بديت راه اي بر برا قري اي برا بدا ريفيزيون بر اي بر هذا شنو مباراه ما فهمت علاش الكره وقفت في تونس معناها هكاك فهمت علاش وقفت هيك اهو ديك صح مو تطلي بيت هذه برات معناها عمرت 14 يوم والحمد لله معناتها جات باللطف هذا مستيل مصدي هذه محفوظة وهذه مبرات كرة سلة والحمد لله فهمت علاش الكرة وقفت بتونس ربي يبارك لك يعيش